البابا كيرلس الرابع بقى عمل ثلاث حاجات مهمة جداً للكنيسة. هو أول واحد يعمل مدارس قبطية، وقتها كانت المرقوصية القديمة ابتدت تتهدم، فهو بناها من تاني وبعدين وسعها وبنى كمان مدرسة قبطية جنب المرقوصية، ودي كانت فكرة مستنيرة جداً جداً، إنه يهتم بالتعليم بالصورة دي. البابا كيرلس الرابع بنسميه أبو الإصلاح، لأنه قدر إنه يعيد التعليم، مش بس التعليم الكنسي لكن كمان تعليم الشخصية القبطية. يعني اهتم إنه يبقى القبطي متعلم ومفكر ومستنير، حتى إنه كمان اهتم إنه يكون المدرسة مجانا. في الوقت ده ما كانش مدارس مجانا طبعا، يعني التعليم ما كانش مجاني وكان التعليم غالي جدا، لكن هو عمل مدارس القبطية مجانا علشان يخلي الأقباط كلهم يتعلموا، وفتحها للمسلمين والأقباط. مش كان كده وبس، كان بيدي الكتب والكراريس والإقلام مجانا قد كده يعني، وكان له مكتب في المدرسة، وهو بابا كان له مكتب في المدرسة القبطية، وكان يخش الفصول يوميا يراجع عليها، ويقال ان هو كان بعض الاحيان يقعد في الفصل مع الطلبه ويسمع الدرس ويقول للمدرس انا استفدت النهارده منك. بصوا قد كده هو مهتم بالموضوع. عمل حاجه تانية مهمه قوي، وانه علم البنات. حد النهارده يقول ايه المشكله؟ لا، وقتها كانت مشكله، وقتها كانت المراه التقليد، وقتها كان المجتمع في منتهى الانغلاق، المرأة كانت عايشة جوا خيمة، يعني تتحرك في خيمة، وغالبا ما كانتش تخرج من بيتها، من بيت أبوها، إلا لبيت جوزها، ويقال من بيت جوزها على القبر. يعني قد كده ما فيش حاجة اسمها مرأة تتعلم. تخيلوا بقى قد كده هو كان مستنير، وقدر إنه يكسر التابوهات دي، ال 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 الكم السجون والحصار اللي على المرأة، وعمل أول مدرسة، مدرسة بنات، علم فيها البنات. وقتها مدرسة القبطية في جنب المرقوصية اتملت، فعمل مدرستين في حارة السقايين، مدرسة للبنات مدرسة للبنين. وبعدين كان هو علاقته بسعيد باشا كويسة قوي، فقال له نبني كمان كنيسة. وهناك وقتها ما كانش في مشاكل في بناء الكنائس، يعني اتبنت كنيسة حارة السقايين بجانبها المدرستين دول كمان. اهتم بتعليم اللغة القبطية، وهو الذي أعاد إحياء اللغة القبطية في مصر. يعني بص ربنا اداله نعمة قد إيه. يعني هو كان وقتها اللغة القبطية ابتدت تندثر تماما، ما كانش حد مهتم باللغة القبطية ولا الألحان. هو أعاد بقى تعليم اللغة القبطية والألحان جوه المدارس، وجاب معلمين وثقفهم، وابتدى يوثق الألحان. بابا كيرلس الرابع عمل حاجة تالتة مهمة جداً، إنه استورد تاني مطبعة في مصر. ما كانش فيه غير مطبعة واحدة بس، هي المطبعة الأميرية. جه البابا كيرلس قدر إنه يلم فلوس واستورد مطبعة. مطبعة يعني كتب، وكتب يعني علم، يعني استنارة. وقتها كانت الكتب حتى الكنسية كانت بتنسخ، وكان في أخطاء في النسخ، وما كانت الكتب قليلة جداً. أنت متخيل يعني إيه مطبعة بقى؟ مطبعة يعني الطبعة الخلاجي اللي بقى في إيد الشعب، الطبعة الكتمارس، وده طباعة الكتمارس خلت توحيد الكتمارس والطقوس في الكنائس كلها. يعني لكم أن تتخيلوا أن كان في أكتر من كتمارس في أكتر من مكان في مصر، فطباعة الكتمارس خلى الكنيسة كلها يبقى طقسها واحد في القراءات الكنسية. كمان قدر انه يطبع كتب روحيه، طبع الاجبيه، وده خلى الاجبيه في كل بيوت. قد كده الاستناره. لكن تخيلوا هذا الرجل قد كده كان مستنير، وكان فاهم يعني ايه علم،